رب العالمين. إذن ساداتنا العلماء قاموا بما أسميناه التصوير الكتابي، الذي شمل وصف مخارج الحروف العربية وصفات الحروف العربية. وكلنا يعلم أيها الإخوة أن حروف اللغة العربية المنطوقة 29 حرفا، والمكتوبة 28 حرفا. لماذا؟ لأن حرف الهمزة لم يكن له صورة في الخط، بل كانت العرب أحيانا تكتب بدلا منه ألفا إن كانت الهمزة في أول الكلمة، مثل قولك أن وإن وأمور، سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وقد يكتبون بدلا من الهمزة واوا كقولك سؤال، أو بدل الهمزة ياء كقولك سوئيلا، أو لا يكتبون شيئا في ذلك الزمان، مثل قراءة وبراءة والعلماء، ما يكتبون همزة في الآخر. بعض العرب ينطقها وبعض العرب يقول العلماء، العلماء كقراءة حمزة وهشام عند الوقف، إلى أن جاء الخليل بن أحمد مفخرة الإسلام، فوجد بأن هذا الحرف لابد أن يكون له إيه؟ صورة في الخط، فصار يقول آ آ آ آ أع 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 أع، فقال العين قريبة من مين؟ من الهمزة. كيف شكل العين؟ كلنا يعرف شكل العين، ها؟ فأخذ الجزء العلوي من حرف العين وقطعه، وقال الجزء العلوي سأجعله رمزا على إيه؟ على حرف الهمزة. فالذي اخترع صورة في الخط للهمزة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وكل الأمة من بعده تقلده في هذا الأمر. ما يعرف اليوم أيها الإخوة بعلم التجويد ما هو إلا أبحاث كان علماء اللغة يذكرونها في آخر كتب النحو. لو فتحنا كتاب سيبويه، واسمه الكتاب، كتاب سيبويه في النحو شو اسمه؟ الكتاب. انتبهنا؟ إذا قرأتم في الكتب قال سيبويه في الكتاب، مو تقولوا أي كتاب، هو اسمه هيك، اسمه الكتاب، تمام؟ الأبواب الأخيرة منه هو أربع مجلدات، أربع مجلدات، الأبواب الأخيرة منه كل تجويد، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب أحكام النون الساكنة والتنوين، الهمس، الجهر، الروم، الإشمام، الإدغام، كل التفشي، القلقلة، كل ما نتعلمه في التجويد مذكور وين؟ مذكور على أنه لغة. سيبويه كان يعني كان وضع في كتابه لغة العرب، ما كان ألف كتابا خاصا بإيه؟ بتلاوة القرآن. لذلك كل ما نسميه أحكام التجويد هي أحكام لغة عربية. اللهم إلا أربع أمور احفظوها أو اكتبوها. الأمر الأول إطالة المدود عن حدها الطبيعي. العرب تتكلم وتمد المد الطبيعي عادة، كما مثلا قولوا، بس قولوا، ما يقولون مثلا جاء من أقصى، ما أحد يفعل هذا بالكلام العادي. إطالة المدود عن حدها الطبيعي هذا من خصائص النص القرآني، من خصائص النص القرآني. هكذا نزل به جبريل، وهكذا لفظه رسول الله، وهكذا قرأه الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممطوطا مطولا، ولا الضالين، ممطوطة مطولة، لكن ليست من خصائص كلام العرب. إذن إطالة المد عن حده الطبيعي. الأمر الثاني إطالة الغنن، من الجنة والناس، الغنة الممطوطة في الميم والنون أيضا هذه من خصائص إيش؟ النص القرآني. الأمر الثالث أيها الإخوة السكت فيما ورد، السكت عليه، من
آمن بالله واليوم الآخر. هذا العرب ما تفعله في كلامها. انتبهنا؟ واحد ببيته عم يحكي مع مرته بده إلا لمرته من آمن، ما حيقول لها. هذا من خصائص إيش؟ تلاوة القرآن. الأمر الرابع والأخير التنغيم وحسن الأداء، اللي سماه سيدنا نبي بأبي وأمي، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. هذا التزيين للقرآن بأصواتنا هذا أيضا من خصائص النص القرآني. انتبهنا؟ والعرب لا تفعله في كلامها العادي. إذا جردنا تلاوة القرآن العظيم من هذه الأربعة، الباقي كله عبارة عن إيه؟ أحكام لغة عربية. لكن يا إخواني، لما كانت هذه الأبواب يحتاجها قارئ القرآن أكثر من بقية أبواب النحو، استلت من علم النحو وأفردت بالتأليف، استلت من كتب علم النحو وأفردت بالتأليف، تماما كعلم الفرائض. علم الفرائض ما هو إلا باب من أبواب الفقه عندنا في الإسلام، ولله الحمد علم عظيم طويل عريض اسمه علم الفقه، ولو شعبتان، فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات باب أو كتاب يسموه كتاب المواريث، أليس كذلك؟ لكن لكثرة حاجة الناس إلى هذا الباب عندما يموت ميت فيريدون أن يعرفوا كيف تقسم تركته، فلحاجة الناس إلى هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب، استل من علم الفقه وأفرد بالتأليف، فظهر ما يعرف بعلم المواريث وصار له كتبه المستقلة. هذا هي حقيقة علم التجويد. علم التجويد هي أبواب مذكورة في آخر كتب النحو أفردت بالتأليف لحاجة تالي القرآن إليها. العمودان الأساسان في هذا العلم هما مخارج حروف اللغة العربية وصفات حروف اللغة العربية، هذان هما المبحثان الأساسان. لكن هناك أبحاث أخرى تكميلية كعلاقة الحروف ببعضها عند المجاورة، يعني نحن كنا نتكلم منذ قليل عن الفاء وعن القاف وعن الباء، لكن لما تأتي نون بعدها ياء مثل من يقول، هنا تظهر أحكام ما كانت موجودة، اللي هو حكم إيه؟ الإدغام. لما تأتي نون بعدها فاء مثل أنفسكم، أيضا هنا يظهر حكما لم يكن موجودا وهو الإخفاء. انتبهنا إخواني؟ لما يأتي حرف مد وبعده همزة مثل جاء، يظهر حكم لم يكن موجودا. إذن هناك أبحاث تكميلية كأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، باب المد والقصر، انتبهنا، لام الشمسية، لام القمرية، وما شابهها من أبحاث بمجموعها شكلت ما يعرف عند الناس بإيه؟ بعلم التجويد. هل عرفنا ما هو علم التجويد؟ هل عرفنا فضل هذا العلم وأنه علم استنباطي استنبطه العلماء من التلاوة النبوية وما تفرع عنها من تلاوة أصحاب رسول الله؟ علم استنباطي، عرفتوا شو يعني استنباطي؟ يا مو اختراعي، استنباطي. لو جاء إنسان إلى اللغة الإنجليزية وقال إنه مثلا يستعملون الفعل بالطريقة الفلانية، هل هو أجبر الإنجليز الذين يعيشون في بريطانيا على أن يتكلموا بهذه الطريقة؟ لا، هو أتى إلى لغتهم فتأملها فاستنبط منها قاعدة. كذلك أحكام علم التجويد، أتينا إلى لغة العرب فوجدنا بأن العرب إذا تكلموا هكذا يفعلون. إلى الآن بعض إخواننا من الذين من أصول من البادية، أنا بسمع كثير في جدة بيقول له أنا رايح، شوفوا كيف بفخموا الراء. نحن الله يتوب علينا أهل المدن، يعني لساننا مرخي، بنقول أنا رايح، وينك؟ والله رايح، شايفين؟
لكن إخواننا لأصولهم ما زالت فيهم بقايا الفصحى إلى الآن يقولوا أنا رايح. سمعت مرة في جدة أخا من أصول قبلية يعني يقول لزميل له يا عدنان والله كأنك أعطيتني 100,000، لأنه كلنا مهمل للقلقلة. بتعرفوا شعب يقلقل؟ ما في شعب يقلقل، لا المصريين ولا السوريين ولا المغاربة ولا السوداني، ما حدا يقلقل. القلقلة شيء مهمل في اللهجات العامية. فقال له يا عدنان، عم يقول عادي، هو لا عم يتكلم تجويد ولا عم يتكلم، عم يتكلم هيك، انتبهنا كيف عم يتكلم بالفطرة يعني. ففرحت بها جدا لأنها من ايه؟ من بقايا الفصحى، من بقايا الكلام الفصيح، انتبهنا يا إخواني. فسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السويعات التي أكرمتمونا فيها بالحضور جزاكم الله خيرا، أن نمر على الحروف العربية فننظر في مخارجها لنتأكد من أننا نخرج الحرف من مكانه الصحيح، ونستطيع أن نصفه لطلابنا. يعني قد يكون أنا نطقي صحيح، انتبهنا، لكنني لا أجيد وصف هذا المخرج لمن بعدي، وهذا موجود. كم من إنسان يجيد شيئا ولا يجيد نقله، أليس كذلك؟ فنحن نريد باعتبار أن أغلب الموجودين الحمد لله معلمين ومعلمات للقرآن العظيم، نريد أن نمر على مخارج الحروف لنتأكد من صحة مخارجنا نحن، ثم من قدرتنا على وصف مخارج العربية لغيرنا، ثم سنمر بإذن الله تعالى وقوته على ما نستطيع، وأرجو أن نمر عليها كاملة، على صفات الحروف العربية، سواء الحروف التي لها ضد أو التي لا ضد لها. وإن شاء الله يكون في الوقت بركة، إن زاد سنأخذ أبحاثا أخرى مما يكرمنا الله تعالى به. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المعونة، ونسأله تعالى البركة، دائما سألوا الله البركة، البركة في كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.